قبل الختام فضيلة الشيخ، في الحلقة قبل الماضية هناك دعاء لمن ابتلي بالنظر إلى الحرام، هناك بعض الرسائل تقول لو أن الشيخ يعيد الدعاء حتى نحفظ. قلنا يقول اللهم حصن فرجي، نعم، واشرح صدري، لا أذكر الثالثة الآن، واغفر ذنبي اللهم، يعني هو إذا كان هناك راقي، نعم، يعني يضع يده على صدري قلبي ذلك المبتلى ويقول اللهم اشرح صدره واهدي قلبه واحفظ فرجه. تدور يعني المعاني، لأن هذا ليس كلام تعبدي، كلامنا اجتهادي، ليس كلام دعاء. فالمهم الألفاظ تكون قريبة من هذا، لأنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بلفظه، أما نحن نذكر اجتهادات ومعاني. فنحن نقول بالتجربة اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحصن فرجه. هذه إن شاء الله تعين بإذن الله. وسؤال الله جل وعلا في السر والعلانية وفي السجود بإذن الله يرفع الله به البلاء. فضل